أفضل العالمين عم يحكي فيها الكاتب اللي أنا ما بعرف شو مين كاتبه هذا النشيد، لأني سمعته بالصدفة من منشد حلبي. عجبني اللحن هو كلام بسيط بس عم يحكي عن خصال السادة الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فعملته بشريط أو ألبوم داعي السلام اللي هو الخامس. الصدق.